أمامية فرصة لجمعية رايد السنوي خطيرة. محاولة جات على غفلة. شاهدونا يوسف القناوي كيرفع كرة أمامية في غياب تسلل. المسيرة التسلل ما تطبقاتش بشكل جيد وبالتالي خروج الحارس نادر المياغري. قناوي على مستوى التمرير، قناوي على مستوى التمرير كان ممتاز، ورفيق الماموني في الاستلام كان بشكل جيد، استثمار ممتاز مراوغة الحارس وهدف أول. هدف أول، شوف الطريقة داخل منطقة العمليات، رفيق الماموني يوضع الكرة في الشباك. 1-0 1-0 يقوم بإطالة المسافة الممكنة في جدار الصد. وغالب الظن نبيل الولجي بالفعل، نبيل سجل هدف. وشوف أي طريقة بأي أسلوب، بالرجل اليسرى الذهبية المتألقة للاعب ممتاز ومميز في الدوري الوطني المغربي. هذه ضربة معلمين كما يقال، هذه صنعها نبيل الولجي بأحسن طريقة وبأحسن أسلوب. نبيل الولجي يعيد الوداد، نبيل الولجي يعيد الوداد ويصنع فرحة كبيرة، لاعب المختص في الضربات الثابتة.